الحقيقة أنا أعتقد أنه ملف الميليشيات ملف معقد طويل وبعيد المدى، ومن الصعب جدا أن يحسم. طبعا كلمة مقتدى الصدر البارح كانت صادمة مباشرة ومستعجلة كطريقة مقتدى نفسه، يعني هو يعني استعجل فورا أنه راح يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده مستبعدا قوى السياسية الممثلة للميليشيات، وسيكون قادرا عبر هذه الحكومة اللي هي طبعا حكومة توافقية على الطريقة العراقية بأن يوجه ضربة للميليشيات يحلها وينهي السلاح المنفلت كما قال، أو الميليشيات الوقحة كما كان يسميها أحيانا وإلى آخره. أنا أعتقد أن القضية أصعب وأعقد من هذا بكثير. إيران ليست لاعبا سهلا أبدا لا في العراق ولا في المنطقة، ومن أنا آسف أن أستخدم كلمة من السذاجة تصور إنها يمكن أن تنتهي بضربة انتخابات أو إلى آخره. لكن الحقيقة الإشارة مهمة إلى أنه العمليات اللي تتم في الخفاء على الحدود العراقية السورية الآن، ومنها العملية موضوع حلقة اليوم، تتم كما هو واضح بحساسية شديدة من الطرفين. يعني تحس أنه الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، إذا افترضنا صحة الاتهامات الموجهة للجانب الأمريكي بأنه هو من وجه الضربة، حريصين جدا على عدم التأثير، أو كانوا حريصين جدا على عدم التأثير في الانتخابات العراقية من خلال إعلان هذه الضربات. يعني هذه الضربات ممكن جدا أن يستفاد منها خصمي الطرفين على حد سواء، وبالتالي تلاحظ أنهم كانوا حريصين جدا على أنه متى تظهر هذه الضربات. لا أمريكا أعلنت هذه الضربات، وربما هذا جزء من استراتيجية كما قلت حضرتك في تقليد الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع، ولا الإيرانيين أعلنوا عن وقوعها أيضا، أو الميليشيات اللي هي كانت دائما تتشدق وتعلن وتتفاخر بهذه الضربات حتى لو كانت تقع عليها باعتبارهم شهداء القضية ومقاومة إلى آخره. كلهم تجدهم يلعبون لعبة حذرة جدا خوفا من أنه إثارة هذا الموضوع قد تأتي بنتائج عكسية في الانتخابات. ورأينا أمامنا كيف أنه القوى الممثلة للميليشيات أخذت أو حصدت نتائج جدا هزيلة قياسا بما كانت تتوعد به. والحقيقة هذه يمكن تكون هي المفاجأة الأكبر في الانتخابات العراقية، يعني حجم المقاعد اللي حصلتها قوى الميليشيات كانت مفاجأة صادمة، وأكاد أجزم أنها صادمة لهم أيضا بدليل ردود الأفعال القوية والقاسية اللي ظهرت خلال الساعات الأخيرة حول أنه هذه غش وتزوير ونحن لن نسكت وسوف نعترض وإلى آخره. فكل هذا يدلل على أنه المنطقة تتغير فعلا، الواقع يتغير فعلا، مهما بدأ أمامنا أنه واقع مستحكم وسيء يتغير، ولكن يجب علينا أن لا نكون جدا متفائلين ونتوقع تغيير بين ليلة وضحاها. أنا أعتقد بأنه حركة التغيير بدأت، والانتخابات هذه حتى لو لم تأتي بأفضل البدائل والخيارات بالنسبة لنا، لكنها حملت شيء جديد مختلف عما كان يحدث سابقا، ونؤمل أنه في الأيام القادمة سوف تتبلور هذه القضية أكثر فكرة.